إن هذه المناسبة الوطنية لهي فرصة للتأكيد على أن الأمازيغية في الجزائر عرفت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة بفضل مجهودات الدولة في تكريس هذا البعد الهويتي الأصيل، سواء داخل الفضاءات المؤسساتية أو من خلال القوانين والتشريعات التي من شأنها المساهمة في الحفاظ على هذا الموروث اللغوي والثقافي لبلادنا. ويغدى الراس أمزوارو ذي ثغول تنون ذي ذيك تيميا سيون لقديش يرزان تربية نتزيزوا ذي الولاية نفقايث، يعني ذي ثمنات القبائل خسارة غربعة الولايات فقايث تيزي وزوت وفيرت أكد سطيف. هذه جائزة في الأدب، الأدب الأمازيغي، هذه الجائزة الثانية. درت كتاب ترجمة بالإنجليزية تشارلي أند ذا تشوكولايت فاكتوري، العربية تشارلي ومصنع الشوكولاتة، رجعته للأمازيغية.